مرحبا بكم متابعي متابعات مدونة فول فولاي، خاصة مستعملي منصة بلوجر أو المدونين الذين يستعملون منصة بلوجر. في هذا الدرس الذي سنرى فيه طريقة إضافة قوائم سي اس اس أفقية منسدلة لمدونة بلوجر، فأولا دعونا نشاهد مثال لهذه القوائم. هذا هو النموذج الذي سنقوم بإضافته، متشاهدون هناك قائمة منسدلة وسيكون ذلك أسفل العنوان الرئيسي للمدونة مباشرة. فهذه هي المدونة التي سأعمل عليها، هناك ما تشاهدون، وفي الأسفل هنا تحت العنوان الرئيسي سأقوم بإضافة قوائم هنا. فدعونا نرى ماذا يقول الدرس. الدرس بطبيعة الحال في الخطوة الأولى يقول أن نقوم بفتح هذا التحرير الاشتمال في القالب، فلننقر على قالب ثم تحرير HTML. بعد ذلك يطلب منا الدرس في هذه الخطوة البحث عن رأس الصفحة، فللبحث داخل القالب سأنقر في أي مكان داخل القالب ثم Ctrl F من لوحة المفاتيح، سأكتب رأس الصفحة، Enter من لوحة المفاتيح، ظهر رأس الصفحة كما تشاهدون هنا. هنا الأداة التي يوجد بها العنوان الرئيسي للمدونة، وأسفلها مباشرة سنقوم بإضافة الكود الخاص بالقوائم. فالدرس بطبيعة الحال في الخطوة التالية يقول أن نضيف الكود بين بسكشن ثم دي، فدعونا ننسخ الكود الخاص بالقوائم، كود الـ HTML هذا هو، سأقوم بنسخه Ctrl C ثم سأبحث عن بسكشن هو هنا كما تشاهدون، ثم لدي ديف. اوكي، سنقر على انتر هنا كما تشاهدون. اذا سأقوم بإضافة الكود في هذا المكان كنترول في، لنقوم بحفظ القالب، لنقوم بتحديث الصفحة. ها هي دي القوائم كما تشاهدون، و يلزمنا الآن إضافة الكود الخاص بـ CSS. يطلب منا البحث عن بسكين، فدعونا أولا نقوم ب بحث. أوكي، سنقوم بنسخ الكود الخاص بـ CSS الذي سيقوم بإضافة الألوان ثم تنظيم عناصر القائمة، هو ده اللي قمت بنسخه. يمكن البحث عن بسكين، هناك طريقتين، يمكن البحث عن هيد، هو ده هيد، ثم إضافة العنوان بين واسمين ستايل ثم ستايل. أوكي، فيكفي إضافة العنوان هنا، هذه أسرع طريقة. هناك طريقة أخرى، البحث عن سكين. هنا ظهر الكود الخاص بالمدونة كما تشاهدون بسكين، سأنقر على الثلاث نقاط لإظهار الكود، سأنقر مرة أخرى هنا Enter، وفي فوق هذا الكود يعني في نهاية الوسم الخاص بكود CSS Control V، هذا هو الكود الخاص بالـ CSS الخاص بالقائمة، قمت بإضافته. حفظ لنقوم بتحديد المدونة مرة أخرى، فكما تشاهدون تمت إضافة القوائم كما تشاهدون معي. ثم لتغيير الراوت بطبيعة الحال دعونا نعود لرأس الصفحة أسفل العنوان، رأس الصفحة في الأسفل هنا مباشرة، هنا أضفنا القوائم. ويمكن أن أغير مثلا هنا أي شيء، مثلا نص لنغيره ب فول لي. يمكن أن أقوم بكتابة أي رابط هنا، v.fullfully.com إلى غير ذلك. هذه الطريقة، هنا يتم إضافة الرابط وهنا النص الذي يظهر للزوار. فأتمنى أن يكون الدرس واضح. إذا واجهتم أي مشكلة لا تنسوا ترك تعليق، وسأحاول إن شاء الله إجابتكم على أسئلتكم واستفساراتكم. إلى درس قادم إن شاء الله، ولا تنسوا متابعتنا على فيسبوك وجوجل بلس بطبيعة الحال.